السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مدفع رمضان. الراعي الذهبي لهذا البرنامج فودافون وقطر للسياحة، وأيضا نشكر هذه الشركات اللي قدمت لنا هذه الجوائز الجميلة. مجموعة المفتاح مقدمة أشناط، وشوبان مقدمة لنا هذه الفوالة الجميلة والحلا والشوكولا، قناة الريان مقدمة سكوتر، وتلفزيون 50 بوصة أطياب مرشود مقدمين هذه الأطياب، وأيضا كيديزون مقدمين هذه السكوترات، ولا ننسى الفنادق اللي مقدمت لنا فطور وسحور، فنادق كثيرة مشاركة معانا، وأيضا كيو تاير مقدمة لنا قسائم بقيمة 500 ريال. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين ومتواصلين معاكم. إذا كان بكرة العيد إن شاء الله بنعيد معاكم، وإذا العيد عقب بكرة بنكمل وبنكون مستمرين معاكم من سوق واقف ومن كل أنحاء الدولة. عندنا برنامج عيدكم مبارك ينقل لكم كل الأجواء الجميلة في العيد، والمراسلين بيكونون منتشرين في كل مكان، في سوق واقف وسوق الوكرة وكتارة والكورنيش وحديقة البدع ودرب الوسيل، وأيضا بلاس فاندوم، مول بلاس فاندوم، والكثير من الأماكن، وإن شاء الله بيكونون شبكة مراسلين متواجدين في كل مكان. كل اللي عليكم أنكم تيون وتشاركون معانا. الكل إن شاء الله بيشارك وبيفوز معانا، وعندنا هدايا جميلة وغيمة. كل اللي عليكم أنكم تجونا أو تجون المكان القريب منكم من الأماكن اللي منتشرين فيها مراسلينا. والآن قبل لا ناخذ ضيفنا الأول، ننتقل إلى زميلي مشعل. مشعل، كلمة عندك. اولا امسي عليك يا سلطان، وامسي على الساده المشاهدين، ونعم اعزائي المشاهدين، اليوم الحلقه رقم 29 من برنامجكم الرمضاني مدفع رمضان، وما زلنا مستمرين في تقديم الجوائز القيمه من المتعاونين والرعاة، طبعا كل الشكر لهم. والاجواء مو محتاج ان اتكلم عنها، الجمهور كل يوم قاعد يزيد، التفاعل قاعد يزيد، الكل يبي يشارك، الكل متحمس. فكل اللي اقدر اقوله للساده المشاهدين، سواء اليوم رمضان او بكره العيد او ايا كان، حياكم الله، ما زلنا مستمرين في جوائزنا المقدمه من المتعاونين، وناطرتكم الجوائز، تعالوا شاركوا، اجازه ما عندكم عذر، حياكم الله. والناس الحين يا سلطان تبي جوائز وتبي اسئله، او تبي اسئله بعدين الجوائز، خلنا نعطيهم اسئله وجوائز. الكلمه عندك محمد. نعم يا مشعل، الحين بنبتدي معاهم حلقة 29. الجوائز غير، والجوائز أعلى وأكثر. خلونا نشوف متسابقنا الأول يقول. أولا مساك الله بالخير. الله يحفظك ويسعدك. كيف حالك؟ والله الحمد لله. جاهز حق الأسئلة والأجوبة؟ أسيد إن شاء الله. وأنت جاهز بعد؟ إن شاء الله. من بيفوز فيكم؟ الله هو بفوز. حيا الله. أنا وهو يعني النهاية. أعطاكم على القوة. سؤالنا يقول: الميتتان حلل أكلهما في الإسلام وليس عليهما إثم. الميتتان، تمام، الميتتان حلل أكلهما في الإسلام وليس عليهما إثم، ما هما؟ الخنزير والأفعى. أطع. اللي هو السمك اللي مات عادي تأكله. وبعد قلنا ثنتين. السمكة ولا مش اسم عليه، السمك ماشي. لا لا لا، هما الميتتان السمك و والنصوص المدقيقة. بس هي حيوانات بحرية صح؟ من حيوانات البحر. السمك حيوان بحري. اي لا لا، اقول لك الثاني ما ادري. السمكة ولا النصوص المدقيقة، نركز. سؤالنا تعال قرب لي. الميتتان حلل أكلهما في الإسلام وليس عليهما إثم، ما هما؟ الحوت والجراد. الجراد صح، بس مش الحوت. هو قريب منه الجراد، والثانية هو قريبة من الحوت. القرش. ها؟
قرش؟ الأسماك؟ لا. هو سمك يعني؟ إيش قالت لك الوالدة؟ الحوت والجراد. لا الحين إيش قالت لك؟ الحين بشوي تعال تعال شنو هو؟ السمك. أنا ماني عارف بس أهنزين ها؟ السمك. أيوة السمك والجراد. الأسماك والجراد إجابتك صحيحة. تعال ألف ألف مبروك. تعال تعال. هو الحوت يعتبر من الأسماك بس إحنا كنا بنوضحها الأسماك والجراد. تفضل معانا هني شوف الكاميرا. ألف مبروك فزت معانا بأطياب المرشود هذا. أوه خوش طيب حق العطر حق شو اسمه حق العيد عطرهم زين وكل شيء تمام عندهم. وفزت معانا بغتيمة من كيو تاير. وفزت معانا بشوبان ها شوف كافي وكل شيء. وفزت بعد معانا من مجموعة المفتاح بهذه الشنطة. ألف ألف مبروك. تفضل من هذا الاتجاه. ألف مبروك. نعم مشاهدينا الكرام ما شاء الله ما شاء الله على اليهال ودهم يدخلون لكن جزاهم الله خير اللي موجودين هنا قاعدين يساعدونا في عمل حاجز عشان ما يدخلون اليهال. مشعل الكلمة عندك. ونعم أعزائي المشاهدين رجعنا مرة ثانية لكم مع متسابقنا الأول وإن شاء الله أنه يكون الضيف الأول هالمتسابق. أنا أشوفه دائما حاضر أتوقع حتى ملابسك هذه المفروض تدش معنا سبونسر من كثر ما تكون موجود. انزل تشرف اسمك. ياسر نجيب. ياسر نجيب ونعم فيك يا ياسر. ما شاء الله ملابس يمنية. هي أكيد. ونعم بأهل اليمن أصل العرب. خلني أسألك سؤال شلون معلوماتك في الأشهر الهجرية؟ تمام إن شاء الله. إن شاء الله بما أن رمضان خلاص يعني إن شاء الله أنه يخلص نقدر نقول هو ترتيب رمضان يعني أي ترتيب في الشهور الهجرية عدد رقم رمضان في الترتيب الهجري شهر رمضان تاسع عشر ها أنت تاسع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ألف ألف مبروك فعلا رمضان الشهر التاسع في الأشهر الهجرية ترتيب مالها. احنا للاسف حافظين الميلاد وناسين الهجري. اكيد كل ما توقيت الميلادي صار ما عاد يحفظ الهجري. ان شاء الله انه بيرجع وستعودين امتي. انزين ربحت معانا كيس شوبان وقسيمه ب 500 ريال ايضا من شوبان وكيو تاير. وربحت معانا شنطه من مجموعه المفتاح فيها مستلزمات السفر. هذا هو الكيس الله يعطيك العافيه. وايضا هذه هي الشنطه المقدمه من مجموعه المفتاح تستاهل. تسلم تسلم. مشكله شنطتك قناة الريان على المسابقة والفعالين في السوق واقف بصراحة والله كلهم فاعلين وكلهم يبغوا يجاوبون وإن شاء الله يربحوا الكل. يعطيك العافية ما قصرت السؤال فوز. ضيفنا الأول فاز وفعلا رمضان هو الشهر التاسع في الشهور الهجرية. ونرجع لك يا سلطان الكلمة عندك أبو محمد. نعم يا مشعل والأجواء تزيد وحماس واليهال ما شاء الله عليهم شاركين معانا. لكن الحين خلونا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني هذا ضيفنا منا وفينا يا صوبنا مساك الله بالخير. الله يبارك فيك. عرفنا باسمك. نعم اسمي محمد ابو جيمة. والله هو نعم يا محمد. الله يبارك فيك ان شاء الله. محمد شاطر في الأسئلة الدينية؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. سؤالنا يقول ما هي أول صلاة صلاها المسلمين بعد تحويل القبلة من القدس إلى مكة؟ أول صلاة صلاها المسلمين بعد تحويل قبلة من القدس إلى مكة. سؤال صعب. صلاة العصر. ليش صلاة العصر قلتها؟ احنا بنتم على الإجابة لكن بس ليش قلت صلاة العصر؟ بصراحة أعرف أنها صلاة العصر بس مش يعني لأن هناك سبب هكذا أقول يعني لأنها صلاة العصر بس أعرف أنها صلاة العصر. ممكن عندك السبب بس ناسي تدري رمضان وصايمين وانت فايز معانا فأكيد ربما لأنها في الوسط ولأنها يعني
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله وليد الله أخلاق. يعني نعم شاء الله. ألف 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 مبروك، فزت معانا، إجابتك صحيحة، هي صلاة العصر. تفضل معانا، تفضل معانا هني. ألف مبروك، فزت معانا بكيس مقدم من شوبان، تمر وكافي وفيه قهوة وفيه موالح وفيه كل شيء، وفزت معانا بقسيمة مقدم بقيمة 500 ريال. شوف الكاميرا معانا، من كيوتر بقيمة 500 ريال. وفزت معانا بهذه الشنطة من المفتاح. بس ولا نزيد؟ بورك فيك، ها؟ كفيت ووفيت، بورك فيك. الله يجزاك خير، والله 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 تبشر بالزيادة. الله يبارك فيك. والله تبشر. الله يبارك فيك إن شاء الله. ألف مبروك، فزت معانا بتلفزيون 50 بوصة مقدم من قناة الريان. ألف مبروك. بارك فيك، الله يبارك فيك. تستاهل. تفضل. هذا الكوبون وروح هذا الاتجاه واستلم تلفزيونك. ألف ألف مبروك، تستاهل يا محمد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يسلمك. تفضل. تفضل. التلفزيون وراح، وما شاء الله عليه جاوب الإجابة الصحيحة. صحيح نتأخر وحاولنا نأخذ منه معلومات، ونعم عطانا معلومات وجاوب إجابة صحيحة. يستاهل فوز ويستاهل التلفزيون. ألف ألف مبروك له. مشعل كلمة عندك. ألف ألف مبروك لضيفك يا سلطان، إنه يستاهل التلفزيون. وأنا الحين عندي سؤال يعتبر سهل، فراح أخذ فيها الأبطال الصغار. أتشرف اسمك؟ شيخة. وأنت؟ حمدة. وأنت؟ سعود. شو معلوماتكم عن القرآن؟ حافظين؟ إيه. حافظة؟ إيه. إنزين، تعال سعود، الترتيب، ترتيب الآيات أو ترتيب آخر ثلاث صور في القرآن، شنو تقدر تذكر لي هالصور هذه؟ بجيكم بجيكم بجيكم، هدوء. ها، الخلق والناس. الفلق، اي الاخلاص والفلق والناس. الاخلاق الاخلاص، ها الاخلاص. واحنا شو يسمنا كلنا احنا اللي قواك الناس. الناس الناس. الف الف مبروك. انت لو والدتها ما راح تسوي لها الجميل هذا. يعطيك العافيه. تعال 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 تعال، ربحت معانا من طياب المرشود عطور كويتيه موجوده في بلاز باندوم وطوار مول، وايضا ربحت معانا من كيس شوبان، هاي حق العيد. زين، هاي العطور اول شيء، خلنا نعطي حمده. اي، وهذا كيس شوبان، تفضلي، هذا حق العيد. انزين، انت ايش تبي؟ شنطه من اطياب، من اطياب المرشود، شنطه من مجموعه المفتاح، فيها كل مستلزمات السفر. وايضا الوالد موجود ولا لا؟ اي موجود. قول له هذه قسيمه من كيو تير بقيمه 500 ريال، خلي يضبط موتره. اوكي اوكي، تستاهل فوز. ما شاء الله، الله يسعدك. وايد مستعد. ليش؟ وفعلا ضيفنا فاز ويستاهل الفوز. سجلنا فيه ويعطيك العافيه. انزين، سجلنا غش بس يستاهل الفوز. نرجع لك مره ثانيه يا سلطان. نعم يا مشعل، اوه يا الجوائز، كل مالها تعلى، كل مالها تكبر، ما شاء الله. هني لو سمحت، لو سمحت السؤال بيروح. لو سمحت، ناس ما تقول لو سمحت، أنا أقولك لو سمحت. نشوف السؤال. سؤالنا يقول: لا تعمل أبدا إلا مع هبوب الرياح، ما هي؟ المروحة. ما أسمع. المروحة. ما تعمل إلا مع هبوب الرياح. المروحة. شو يسمونها؟ رياح موسمية. لا، الرياح هي ترنيدو، لكن لا تعمل ابدا الا مع هبوب الرياح، ما هي؟ نمطر. لا، شيء شيء ما يشتغل الا مع الهواء. تمام، المروحة شو يسمونها الكبيره؟ هذه تجيب هواء. ها، يشتغل مع الهواء. كملي. مروحة هوائيه. لا، شارك معانا. لا، سؤالنا يقول: لا تعمل ابدا الا مع هبوب الرياح، ما هي؟ مروحه. لا، توهم قال لي مروحه.
لا تعمل أبدا، لا تعمل إلا مع هبوب الرياح الموج. تعالي شاركت معنا، ما عليه، نعطي فرصة لغيرك. تعالي كهرباء ولا شو؟ تعال 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 تعالي تعالي عندي تعالي. انت ليش زعلانه؟ ليش زعلانه حبيبي؟ رمضان مبارك. تمام. زعلانة تبي البيكاتشو، ان شاء الله ان البيكاتشو بيجيها ان شاء الله. الاخوان ما يقصرون. سؤالنا سؤالنا، صبر صبر صبر، نرجع نرجع له نرجع له نرجع له. المروحة تحركها بيدك، تف عليها. الطاحونة شلون تحركها بيدك؟ لا ما اقدر، لكن بعد مروحة ممكن تكلم. زين الطاحونة هو شيء حركة؟ الهواء. الهواء يعني شو اسمها الطواحين؟ شنو الطواحين الهوائية؟ ايوه الطواحين الهوائية. الف الف مبروك، اجابتك صحيحة. تفضل تفضل تعال تعال تعال. صبر صبر صبر، خلنا نبطل لك هذا. ايوه ما عليه ما عليه، ان شاء الله بجيكم ان شاء الله بجيكم بتشاركون. نعم الطواحين، انا كنت رايح بس بعدها رديت. هي مش المراوح اللي تعمل بالطاقه او مع هبوب الرياح؟ تفضلوا في النص في النص. ايوه تفضل في النص هنا. تفضل تفضل. ايوه مني الطواحين الهوائيه. تدري الطواحين شفتهم انت في هولندا وفي اوروبا وفي هاي، ما يحركها الا الرياح القويه عشان تولد الطاقه الكهربائيه. الف الف مبروك، فزت معانا من اطياب المرشود. هذه عطور. يلا ها تعالوا طلعوا الكاميرا، لازم تطلعوا الكاميرا وانتم تستلمون. تمام انا اجيب لكم وانتم تستلمون. تمام وفزتوا معانا بكيس من شوبان. ها تفضل. عيونهم على السكوتر. ها عيونك على السكوتر، ما ندري السكوتر بيك ولا لا. شوف الكاميرا وفزت معانا بقسيمه مقدمه من كيو تاير، تبدل فيها التاير، تسوي لك ميزانيه قيمه 500 ريال. تمام خله مقلوب، خله مقلوب ولا حد يشوفه عنده. فزت معانا بشنطة من المفتاح. تمام نعم طالعوا 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 الحين هني طالعوا، لين الحين ما خلصت الهدايا. تعال قرب انت وياه، تعالوا هني عندي. ايوه 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 تعالوا. ايوه هني وقف 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 وقف. شوف الكاميرا، باقي هدية واحدة لكم. ايش تبون؟ السكوتر. انا ليش تبي السكوتر مو بالتلفزيون؟ عشان انا ابي انا ابي. ليش مو بحق اخوك؟ تبين سكوتر؟ ابي تلفزيون. وانت تبي تلفزيون؟ ايه. وانت تبي سكوتر؟ ايه. ها؟ ايه. التلفزيون راح. ايه. باقي شنو؟ سكوتر. باقي السكوتر. الف مبروك، فزت معانا بسكوتر مقدم من قناة الريان. الف 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 مبروك. تروح تستلمه الحين، تطلع من هذا الاتجاه تستلم سكوتر مقدم من قناة الريان. ألف ألف مبروك، ألف مبروك، الله يجزاكم خير. مشاهدين الكرام، فاز معانا بسكوتر إلكتروني وجاوب إجابة صحيحة وهي الطواحين الهوائية التي لا تعمل إلا مع هبوب الرياح. مشاهدين الكرام نروح حق مشعل. مشعل الكلمة عندك. ألف ألف مبروك لضيفك يا سلطان، ويستاهل سكوتر. وصدق أن ما حد عرف أن الطواحين هي التي تعمل بالهواء أو اللي لها علاقة بالهواء، يحركها الهواء، لأن إحنا في قطر مو في هولندا يا سلطان. الحين خلنا ناخذ ضيفنا الثاني، صح؟ ولا الثالث؟ الثالث أنت. إيه. شو اسمك؟ حمد. شو قاعد تسوي بسوق واقف؟ أتمشى. تمشى، يعجبك سوق واقف؟ إيه. بتفوز إن شاء الله؟ إن شاء الله. السؤال يقول، هالسؤال أنا كنت أعرفه من صف خامس ابتدائي، يقول من منظور شمسي كم تستغرق الأرض لتدور حول 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 محورها؟ الأرض كم تأخذ وقت عشان تدور حول نفسها؟ ثلاثة. ثلاثة شنو؟ ساعة. ثلاثة؟ ولا وشو؟ 24 ساعة. 24 ساعة. 24 ساعة؟ إيه. أكيد. إيه. ولا لا؟ أنا. ليش 24؟
عندي درساها في المدرسة. درساها في المدرسة ولا اللي صوتك ورا اللي وراك صوتها عالي؟ لا أنا درساها في المدرسة. تعالي 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 تعالي. شو اسمك؟ آسيا. آسيا؟ انزين يا آسيا، تتوقع إن شنو ربحتي؟ ما أدري أي شيء. أطياب. المرشود. أطياب المرشود. كيس شوبان زائد قسيمة 500 ريال. زائد كيو تاير. زين. ومجموعة المفتاح والف الف مبروك، تستاهلين تستاهلين تستاهلين. عندنا هذا اطياب المرشود تستاهلينها، وهذا يتبطلونه في العيد. وعندك وشو؟ شنطة. شنطة. تبين تسافرين؟ ايه. ولا الدوحة حلوة؟ بسافر. تسافرين؟ يلا تستاهلين الشنطة عيل. نرجع لك يا سلطان، الكلمة عندك بمحمد والضيف اللي عندنا. غشت ان الاجابه غشت ترى، سامعين اللي وراها ان دوران الارض حول محورها 24 ساعه. كل ما عندك. نعم مشعل، ساعدوها ساعدوها اللي معاها، نصحح المعنى، مو بغشة الا ساعدوها اللي معاها، وخلهم حقهم مشروع ان شاء الله ان يساعدون بعضهم. سؤالنا يقول ليش تصيحين؟ هذه مسكينة قالت تصيحين، ليش فيش حبيبتي تصيحين؟ ايش تبي؟ تبين هدية؟ ها؟ الحين إن شاء الله أبوك بيجاوب بتفوزون بهدية. إن شاء الله. إن شاء الله؟ إنزين. سؤالنا يقول الربيان من مصر؟ الربيان القنبري. الجمبري. من الحيوانات المائية التي تنتمي إلى أي فصيلة؟ اللافغاريات، القشريات، الفطريات، عقش. القشريات. ليش الغشريات؟ هي كلها إيشرو مش حكاية. ها؟ هي كلها إيشرو على مو. كلها إيشرو. إجابتك صحيحة، ألف ألف مبروك. تعال تفضل تفضل، تعالي تعالي أنت بالذات، تعالي أنا عندي شيء لك أنت، تعالي تعالي تعالي. تفضلوا في النص هني. أيوة تفضلي. ألف مبروك، فزت معانا بقسيمة من شوبان بقيمة 500 ريال، وأيضا كيس شوبان. شوف ها، شوف هذا فيه شوكلت، وفيه تمر، وفيه أشياء وايد. وعندك كيو تاير مقدمي لك قسيمة بقيمة 500 ريال، تمام. وعندك مجموعة المفتاح مقدمي لك هذه الشنطة، تمام. كم مكتوب عندك في الظرف؟ ثلاث جوائز. ثلاث جوائز. تعالي انت طالعيني، انت شو اسمك؟ ميار. ميار، يا ميار اي سكوتر تبين من هذول الاربعه؟ عايزه سكوتر. قولي شو لا 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 لا. اي واحد هذا؟ تعالي. الف مبروك، فزتي معانا. اوب شاير هذا مني، خلها خلها. تعالي تعالي اركبي. ايوه اركبي على هذا السكوتر، امشي فيه لين هناك. ألف مبروك، الله يحفظها إن شاء الله. فازت معانا بسكوتر مقدم من كيدي زون للأطفال، تستاهل. وأهم شيء لا تصيحين ولا تبكين، كل شيء بيك مع قناة الريان، كل خير موجود معاكم. شكرا لك. شكرا الله يبارك فيك. تفضل من هذا الاتجاه. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، المنافسة قامت تحلو، ونشوف عيالنا مستانسين، الله يحفظهم. مشعل الروح عند ضيفك الرابع. إيه يا سلطان، التفاعل قاعد يزيد أكثر وأكثر، والجمهور قاعد يزيد أكثر وأكثر. حرفياً البرنامج أنا أقدر أقول عنه الحين في هاللحظة اللي كل الناس محاصرينه من كل مكان، هذه علامة نجاحه. والحين ننتقل حق المتسابق الرابع، نشرف اسمك. منى جبر. منى، تتوقع إن السؤال سهل ولا لا؟ والله إن شاء الله. إن شاء الله بجاوب. أمل إن شاء الله. معلوماتك عن الدين؟ الحمد لله. إن شاء الله. إن شاء الله. زين، السؤال يقول يا أستاذة منى، ما هي غراس الجنة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله أكبر، ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك. فعلا غراس الجنة هم الأربع جمل هذه. إنزين،
وفعلا ربحت معانا من اطياب المرشود وكيس شوبان وكيو تير ومجموعه المفتاح. شكرا شكرا. تستاهل الخير اطياب المرشود. الله يسعدك. شكرا. حق العيد. شوف انا قبل كنت اقول حق التراويح حق الحين حق العيد. الله يفرحك. كل عام وانتم بخير. اول واحد اقولها لكم. زين. كل عام وانتم بخير. تسلموا ايديكم. تعال تعال تعال. هذه دقيقة أنا ما تبين الشنطة؟ أبيها. تبينها؟ زين وين رايحة؟ أنا هي. إيه تفضل تفضل تفضل. يعطيك العافية وأنت بخير وصحة سلامة. نرجع لك يا سلطان. نعم مشاهدينا الكرام رجعنا مرة ثانية. خلونا نشوف من معانا من معانا من معانا من معانا. تعال تعال تعال. عساكم على القوة. ها نقرب نقرب الكيبل يوصل. يلا يوصل بعد 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 بعد. هذه الجهة هذه الجهة هذه الجهة. ما هي الصورة القرآنية التي تعالي قرب شوي هذاي تضرب. ما هي الصورة القرآنية التي ذكرت قصة إبرهة؟ الصورة القرآنية ذكرت قصة إبرهة سورة الفيل. سهلة جدا. سورة الفيل. سورة الفيل. المبروك. تعالي تعالي معانا خلينا نشوف ايش فزتي اليوم. الخير كله موجود معانا. الخير كله موجود معانا. فزتي معانا من اطياب المرشود هذه العطور. تفضلي تفضلي من هذا الاتجاه. فزتي معانا بأطياب المرشود وفزتي معانا بكيس مقدم من شوبان. هذه الفوالة من شوبان حق العيد. وفزتي معانا قسيم تفضلي قسيمة من كيو تاير بقيمة 500 ريال. وعندك أيضا هذه الشنطة. فزتي معانا بشنطة مقدمة من مجموعة المفتاح. ألف ألف مبروك وعساكم على القوة. شكرا. شكرا لكم. نعم تفضلي من هذا الاتجاه. تفضلي شنطة. نعم مشاهدينا الكرام نرجع لزميلي مشعل. مشعل الكلمة عندك. خلنا ناخذ ضيف بسرعة. نرجع مرة ثانية للسادة المشاهدين مع الضيف الخامس ونتشرف باسمك. سيد صابر. سيد صابر من وين يا سيد؟ من مصر. من مصر يا أجدع ناس. طيب تتوقع السؤال يكون سهل ولا صعب؟ إن شاء الله سهل. إن شاء الله سهل. إن شاء الله. تتوقع شنو نوعية السؤال؟ دين اجتماعي عن الحيوان شنو؟ أنا أبيك تعطيني تخمينك. عن الدين. أنا ما راح أسألك سؤال ديني. تعال. بماذا يسمى صوت الجرس؟ رن رن رن. رن رن رن. صديق. لا لا بحرف الراء. بحرف الراء. رنين. رنين. ألف ألف مبروك فعلا. أطياب المرشود. والله ترى المصريين كلهم يحبونك. الله. أنا بحب المصريين. أنت تحب المصريين؟ مصر أم الدنيا. إيه مصر أم الدنيا. تعال. ربعت معانا من أطياب المرشود. تسال تسال صفقوا له دمكم تحبونه. ما شاء الله. إنزين أطياب المرشود وأيضا كيس شوبان. إنزين. ربعت مع وأيضا قسيمة من كيو تاير. زين وربحت الشنطة. لما تروح مصر هناك قال لهم انتوا ساعدتوني. تمام. انزين يعطيكم العافية. زين انزين بنجيكم بنجيكم. نرجع لك يا سلطان والكلمة عندك. ننتقل لضيفك. نعم زميلي مشعل وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج مدفع رمضان ونتمنى لكم أفطارا شهيا. هذا المدفع برعاية كيو أم بي بنك قطر الوطني. الله يعطيكم الصحة والعافية وشكرا لمتابعتكم لنا وإن شاء الله بكرة مستمرين معاكم وطيلة أيام عيد الفطر المبارك. تعالوا معنا وشاركوا وإن شاء الله أن الكل فايز معنا. شبكة المراسلين متواجدين في كل أنحاء الدولة ومع قناة الريان إن شاء الله الكل فايز. فمان الله.
بعد مع الافطار هسه عند الرمايه. Hey!